اختلاف الناس في رؤية الهلال وفي المطالع، فقد يظهر الهلال في بلاد الحرمين وقد لا يظهر هنا في مصر أو العكس أو في أي بلد آخر، ونرى الانقسام ونرى الشجار والنزاع والخلاف، بل وربما يصل الأمر وبدون مبالغة إلى حد التضارب أحيانا إذا اختلفت الآراء وتعصب كل فريق لما راه ولكل وتعصب كل فريق لشيوخه الذين يأخذ عنهم، سواء كان شيوخه من بلاد الحرمين زادها الله شرفا أو من مصر زادها الله حفظا وصونا. فرؤية الهلال، إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم أن يصوم سائر المسلمين في كل البلاد وإن لم يروا هم أنفسهم الهلال في بلدهم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع المسلمين في أي بلد آخر أن يصوم، هذا هو الرأي الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الخطاب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع، خطاب لشمول وعموم المسلمين. يبقى هذا هو الرأي الأول الذي احتج به الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول الليث بن سعد أيضا وغيره. يبقى القول الأول، إذا رؤي الهلال في بلد كمصر مثلا أو في بلاد الحرمين مثلا، باعتبار بلاد الحرمين شرفها الله بالكعبة والقبلة، وشرفها الله بالبلد الحرام، وشرفها الله بالمدينة النبوية الطاهرة وبقبر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإذا ظهر الهلال مثلا في بلاد الحرمين لزم المسلمين أو وجب على جميع المسلمين أن يصوموا لمجرد رؤية الهلال في بلد مسلم كبلاد الحرمين مثلا. وهذا لو كان يعني في دولة الخلافة ما حدث خلاف، يعني لأن الأمر قد ينحسم كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهما، يعني يحسم الأمر تماما بوجود الإمام، بوجود الخليفة والإمام، لأن الإمام أو الحاكم إذا قال يجب على الأمة أن تصوم في اليوم الفلاني بعد تقرير أو توصيل العلماء وشهادة شاهدي عدل على الراجح، مسألة فيها خلاف، وشهود شاهدي عدل على رؤية الهلال، وقال الحاكم بالصيام، فخلاص ينتفي الخلاف وينقطع تماما، ويجب على كل الناس أن يصوموا لذلك وينقطع الخلاف. هذا مقرر عند علمائنا من المحققين من أهل العلم. لكن الآن لا توجد دولة الخلافة بحيث أن يقول خليفة وتلتزم الأمة. أسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول إذا الرأي الأول يراه الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إذا رأى الهلال أهل بلد مسلم وجب على كل المسلمين أن يصوموا لرؤية هذا البلد للهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، والخطاب هنا لعموم المسلمين. طيب، الرأي الثاني، قال فريق من أهل العلم: هذا قد يكون صحيحا إذا اتفقت هذه البلاد في المطالع، يعني إذا كان المطلع واحدا لكل هذه البلدان تشترك في مطلع واحد، إذا ظهر الهلال في بلد من هذه البلدان التي تشترك في هذا المطلع فيجب على كل هذه البلدان أن تصوم لو رؤية الهلال في بلد من هذه البلدان. يبقى الرأي الثاني،
لكل بلد رؤيته. الرأي الثاني لأهل العلم أيضا لكل بلد رؤيته. وقد نقل ذلك ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الإمام الترمذي عن كثير من أهل العلم. وقد حدث هذا بالفعل في عهد الصحابة، حيث صام أهل الشام يوما مختلفا عن يوم صام فيه أهل المدينة، كما في حديث كريب عن ابن عباس. اختلفت المطالع، مطلع رأى أهل الشام الهلال قبل أن يراه أهل المدينة بيوم، وصام معاوية رضي الله عنه، وصام معه كريب، وصام معه